عرف نفسك. انا هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثوريه القاهره المحافظات. هو النهارده استعدادات يوم الجمعه، النهارده الخميس، بنستعد بننصب خيامنا عشان استعدادا لاعتصام بكره ان شاء الله. اعتصام مفتوح بدايه من بكره لتحقيق اهدافنا الثوريه تحت عنوان مصر اولا الثوره اولا. مصرين نقعد في الميدان وفي كل ميادين الجمهوريه لغايه ان شاء الله نتحقق اهداف الثوره. حتى لو قعدنا سنتين احنا بقينا فاضيين خلاص. لا انا شايف التحرير ما شاء الله ممتلئ من الان، وشايف دلوقتي يعني يكاد يكون نهارا يعني. لا ده لسه الصبح، احنا احنا ما عندناش مكان اصلا. احنا ما عندناش مكان ننصب فيه خيم. بس احنا هننصب في كل الميدان. احنا الميدان بيفكرني دلوقتي بايام الاعتصام الاولاني. ايام الاعتصام الاولاني ما كانش عندنا كميه الخيم دي اول ما ابتدينا الاعتصام. انا شايف الساعه 11 يعني ونص يعني اول ما ابتدينا الاعتصام ما كانش عندنا كميه الخيم دي. بس من الواضح ان الاعتصام ده هيذكرنا فعلا باعتصام 28 يناير. ربنا يسهل ان شاء الله تحقق كل اهداف الثوره ونرجع الموجه الثانيه للثوره تقدر تحقق اهدافها اللي فشلت فيه الموجه الاولى ان هي تحققه. وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. ان شاء الله تكون موجودين باذن جمعة الله. التطهير وجمعه التمكين. بس هي بالنسبه لنا احنا هي جمعه الحساب والاعتصام الكبير. وجمعه تحديد القصاص وتحديد المصير ان شاء الله. فاحنا موجودين. وان شاء الله باذن الله تتحقق مطالبنا ويتحقق او على الاصح تتحقق اهدافنا. اهداف الثوره باذن الله. اللي هي اولها اقاله الحكومه، المحاكمات العلنيه السريعه، استعاده الاموال المنهوبه، مصاده الاموال وليس تجميدها. يعني في حاجه العداله الاجتماعيه، الحاجات البديهيه، الحد الاقصى للاجور، الحد الادنى للاجور اللي فيه حكم المحكمه الاداريه، عن السياسيين اللي لسه محكومين، الاعفاء عن المعتقلين، الغاء المحاكمات العسكريه والغاء نتائجها. كل دي اهدافنا واهداف الثوره من اول يوم يعني. فربنا ييسر الامر ان شاء الله. ربنا يوفقكم. نشكركم، شكرا جزيلا، ادعوا لنا.